أو مجموعة أكتيتال كتعلن افتتاح منشأة صحية جديدة وهي مصحة التخصصات في أسفي. وكيف كتعرفوا فمجموعة أكتيتال هي كتحاول دير واحد الاستثمار في المجال الصحي في المغرب. مصحات الاختصاصات هاد في أسفي شنو هو الجديد ديالها بالنسبة للمصحات؟ فهي كتزيد أو كتشوف بكين بعض المرافق أو بعض النقصان في بعض التخصصات، وخاصة في ما يسمى بقسطرة القلب والشرايين، بحيث أنه كان المريض اللي كان يدار عنده مصاب بأزمة قلب حادة لانفاكتوزي ميوكارد، فكان واجب عليه أنه يمشي لمراكش. وكتعرفوا بأن لانفاكتوزي ميوكارد فهو خص يكون واحد تدخل سريع لأنه كيكون ناتج على شرايين مسدودة وخص تحل في أقرب وقت، فلهذا كان عندهم صعوبة الناس كيمشيوا وكانت بعض العواقب كتوقع. الآن بهذا المركز هذا فأصبح الولوج سهل بالنسبة للساكنة. بالنسبة للمركز الثاني هو مهم وهو علاج سرطان. وكيف كتعرفوا فعلاج السرطان هو كيتصوب بطريقتين، كاين العلاج الكيميائي الشيميوثيرابي والعلاج الإشعاعي الغاديوثيرابي. بالنسبة لقسم العلاج الكيميائي فهناك 13 فوتوي 13 فوتوي خاصة بهذا العلاج. وبالنسبة للغاديوثيرابي أو العلاج الإشعاعي فهو كنحتاجو ملاجئ، وهناك ملجأان خاصين بالغاديوثيرابي، وفي الملجأ كيكون الأكسيليغاتور، وهذا الأكسيليغاتور أو المسرع فهو كيدمر خلايا السرطان. وبأن هذه الآلات آلات حديثة فهي كتحافظ على الأعضاء اللي كيدوروا على 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 الورم. ما نسوش واحد المركز مهم بزاف هو اللي كيتزاد في المؤسسة، اللي هاد المؤسسة هي ما نسوش بأنها متعددة الاختصاصات وكتفوق 100 سرير، ولكن أنا كنتكلم إلا الأشياء اللي كنزيدوها جديدة للإقليم، وهو قسم النيوناتولوجي أو قسم أطفال حديث الولادة أو الولادة قبل الأوان. فهنا هاد الأطفال كيكونوا محتاجين لي كوفيز او ما نسمي بالحضانات، لهذا كانوا مضطرين انه لي بيبي انه يديهم العائلات ديالهم المدن اخرى. والان فهذا السيرفيس هذا او هذا القسم موجود، والان سهل على الساكنه باش ما بقاوش يسافروا. حتى بالنسبه للشيميوثيرابي ولا لاغاديوثيرابي الا كانوا كيمشيو يسافروا حتى لمراكش وكيجلسوا سي موا لان تريتمون طويل جدا. دابا الان الحمد لله الناس ما غادي يبقاوش يسافروا، لا بالنسبه للقلب لا بالنسبه لعلاج الاورام ولا بالنسبه للخدج او اطفال حديث الولاده. ما نساوش بان كاين ان سيرفيس ديال الطوارئ 24/24، سيرفيس دو راديولوجي كومبلي، الفحص بالاشعه فيه لي غام سكانير لا راديو ستاندار لا راديو بانوراميك لا ماموغرافي. وكاين مختبر التحليلات اللي حتى هو موجود 24 ساعه على 24 ساعه طيله الاسبوع، وهذا الشيء هذا مهم لتشخيص المرض بسرعه وبالتالي التدخل بسرعه للعلاج. اليوم ان شاء الله غادي يتم افتتاح ديال مصحه متعدده الاختصاصات باسفي. هاد المصحة هادي اللي كتنضاف اللي غادي تنضاف المؤسسة الاستشفائية اللي متواجدة بأسفي، مصحة لها خصوصيات مهمة بزاف. أولا كل شيء كيعرف على أنه واحد مجموعة ديال المرضى خصوصا المصابين بالسرطان وكذلك مرضى اللي كيوقع عليهم بعض الحالات الحادة ديال تصلب الشرايين التاجية اللي كيتم النقل ديالهم إلى مؤسسات استشفائية خارج إقليم أسفي، الشيء طبعا اللي كينتج عليه واحد نوع من كينتجوا عليه مجموعة ديال المشاكل اجتماعية صحية اقتصادية إلى غير ذلك بالنسبة للمرضى. وطبعا إيمانا بالجميع نظرا لأهمية مدينة أسفي على الصعيد الوطني، تنشأت هذه المؤسسة الاستشفائية اللي غتكفل بجميع المرضى المصابين بداء أمراض السرطان وكذلك الأمراض المتعلقة بالقلب، حيث غتكون هناك واحد المداومة طبية 24 ساعة على 24 ساعة
في هذه المصلحه ديال امراض القلب، وكذلك مساله اخرى اللي هي جديده بالنسبه لمدينه اسفي، هو يعني فتح مستعجلات اللي غادي تشتغل 24 ساعه على 24 ساعه في طيله الاسبوع، واللي غادي يتكفلوا بها اطباء مختصين في الطب الاستعجالي وبالخصوص اطباء الانعاش والتخدير.